تريد أن تعوض ما فاتها في التعامل مع أزمة الليمون من خلال البحث عن معالجات والبحث عن حلول وأيضا البحث عن تأثير. المملكة العربية السعودية تريد أن تعمل على تأمين مصالحها وتريد أن تخرج من الحرب في ظل العلاقات السعودية الإيرانية، وربما يسلم الملف إلى مصر. باختصار، ربما يسلم الملف اليمني بعد أن كان بيد التحالف الإماراتي السعودي، يسلم الملف اليمني إلى مصر.